مستجدات الخط البحري في للخط اللي يربط إن شاء الله ما بين طرفاية وجزيرة فورتيفنتورا أو إحدى الجزر الكناري. إحنا اليوم درنا مجموعة من الندوات وجلنا في منذ 2015 إلى يومنا هذا من أجل تحريك هذا الملف اللي يعرف في الآونة الأخيرة واحد الركود نتيجة لكورونا ونتيجة كذلك لدفتر التحملات اللي يحمل واحد البنود اللي هي تعجيزية. وبالتالي من خلال لقائنا الأخير تحدثوا كاملا عن هذه البنود التعجيزية اللي موجودة في دفتر التحملات، ونتمنى من الوزارة أن تفهم الوضع وتتفهم على أنه ما من خلال العروض اللي قدمت مرتين يوم 27 في شهر 2 يوم 27 في شهر 4 على أنها ما تقدمت أي شركة، هذا نتيجة للشروط التعجيزية. نتمنى من الوزارة أن تفهم الوضع وتعطي شروط اللي هي في المستوى من أجل أن المستثمرين يجوا ويحركون هذا الخط إن شاء الله باش تتحرك التنمية الشاملة بجميع الأقاليم الجنوبية، لأن الخط البحري ليس لطرفاية ولجهات العيون بل هو لكل الجهات الجنوبية وللمملكة ككل.